السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا. أما بعد، تتناول حلقتنا اليوم من كتاب المؤامرة الكبرى للدكتور مصطفى محمود، والذي يتحدث في هذا الفصل عن الحرب الشنيعة التي طالت مسلمي البوسنة والإسلام عامة في أوروبا. فيبدأ بالحديث في مقدمة كتابه عن الذين كذبوا على العالم وقالوا أن ألمانيا النازية أحرقت 6 ملايين يهودي في محارقها، بينما لم يزد العدد الحقيقي للقتلى على 4000، هم نصف الذين قتلوا وذبحوا من مسلمي البوسنة. نسمعهم اليوم يكذبون مرة أخرى على العالم ويروجون فرية أخرى بأن عدو الحضارة الذي تبقى بعد سقوط الشيوعية هو الإسلام، الإسلام المضروب في كل مكان والمطارد والمستسلم والذي لا يجد أهله القوت وشربة الماء. ونفس تلك الأيدي رأيناها تستأجر عصابات الإرهاب لتخرب وتنسف وتقتل في كل مكان تحت غطاء إسلامي وتحتضن قيادات منبوذة ضالة لمجرد أنها مسلمة بالإسم والبطاقة، لتتخذها ستارا لهذا التشويش وأداة لهذا التلطيخ الذي تخططه للإسلام والمسلمين. ورأيناها من قبل تتخذ عميلا مثل صدام حسين تدفعه إلى إنهاك العراق وإيران الإسلاميتين واستنزاف قواهما في حرب عقيم، ثم تعود فتستدرجه إلى حرب أخرى عراقية كويتية تتخذ منها ذريعة للتدخل العالمي الشامل للقضاء على ما تبقى من الترسانة العراقية ولنهب أموال العربية ولوضع النفط العربي تحت الاحتلال والوصاية. والمؤامرة الكبرى مستمرة، والكشف عن هذه الأيدي المجرمة هو موضوع كتابنا. ما يحدث لمسلمي البوسنة على يد السرب من قتل وترويع وتعذيب وإبادة مع سكوت أوروبي شامل يكتفي بالشجب والتصريحات الكلامية والتفكير في كذا وكذا دون عمل أي شيء، كل هذا يكشف عن الروح التي تكنها الحكومات الأوروبية لكل ما هو إسلامي، وعن مشاعر الحقد الباطن التفين المتراكم في قلوبهم عبر التاريخ. ونسمع اللورد أوين الذي اختارته الأمم المتحدة حكما يعترف بأن تهريب العلاج إلى السرب من رومانيا وبلغاريا والمجر وروسيا واليونان مستمرة رغم الحظر، وأن مقطورات البترول تجد طريقها عبر الدانوب وعبر الطرق البرية إلى السرب من كل مكان رغم الحظر. إن الحظر غير عملي، ومدد السلاح يتدفق طوال الوقت على المقاتلين من السرب، ولكنه مع كل هذا يرفض أن يرفع الحظر عن إمداد المسلمين بالسلاح حتى لا يزداد القتل. وتأملوا هذه الحجة العجيبة التي نكشف عن قلوب هؤلاء الناس، فالسلاح القادم إلى مسلمي البوسنة المدافعين عن أنفسهم لن يقتل بالطبع إلا سربيا، أما قتل وإبادة وتشويه وتعذيب وترويع واغتصاب وإذلال وطرد الملايين من شعب البوسنة المسلم طوال هذه الشهور العشرة فهو أمر طبيعي ولا غبار عليه، ولا مانع من أن يوزع المعونات الغذائية على من يهرب منهم حتى يأتي دوره فيقتل. فهذا طبيعي ويكتفي فيه بالتصريحات أن السماح بتسليح المسلمين ليدافعوا عن أنفسهم فهذا أمر لا يجوز لأنه سوف يوسع نطاق القتل. تصوروا طبعا، فسوف تصيب الرصاصات سربيا وهذا غير مسموح به كل برود أوروبي، يقول اللورد أوين هذا الكلام. ومن قبله سمعناه من بوش ومن دوغلاس هيرد ومن سيروس فاتس واليوم من كلينتون، ولا أحد يشذ عن القاعدة، فالكل متفقون على إبادة وطرد وإخراج كل أثر للإسلام في أوروبا. ولكن هؤلاء الناس هم الذين زرعوا في بلادنا إسرائيل وزودوها بكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وهم الذين بنوا لها ترسانتها النووية الكيماوية والميكروبية، فزودوها بكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وكلوا لها المعنويات
والقروض والمنح وملأوا خزاناتها بالمليارات، وهم نفس الناس الذين نسفوا ترسانة العراق وراحوا يفتشون في كل درب عن أثر لمادة مشيعة أو بقايا لمصنع لينسفوه، وما زالوا يفتشون، وهم نفس الناس الذين حظروا علينا أي تسليح نووي أو كيميائي أو ميكروبي، كما حظروا علينا أي استيراد لتكنولوجيا متفوقة. إن الخطة هي عين الخطة، ويلزم أن يكون الهدف النهائي هو نفس الهدف. وقد بدأوا في البوسنة بإطلاق يد السرب، وغدا يطلقون يد إسرائيل، وقد أطلقوها بالفعل.